انا الشرابي ورده، وانا ولدي اللي قتلوه في السعيديه مدينه مارينا. مارينا ومين سولت قالوا لي غير ولدك دار غير قصيده طاح وهو مقتول. جات عندنا الشاهده هي اللي قالت لنا راه تقتل، ولكن انا كنت شاكه. انا درت الشكايه قبل، بقيت نسمع الهضره كتخرج يقولوا سيكيريتي قتلوه في السعيديه، سيكيريتي راه تقتل في السعيديه. ما عرفت باللي راه ولدي هو اللي مات في السعيديه، هو اللي مات. بقيت غير نسمع الهضره طالعه، ورماوه تقتل بعيد وداروه في الرومبا هزوه. بغيت نعرف هاد الناس اللي هزوه، اللي هزو ولدي حتى هما يبانوا اللي تعاونوا عليه وهزوه وداروه في الرومبا. دابا هارب، هارب ما داروش معاه حتى شي حاجه كاع، راه هارب ما دوروا عليه ما والو. كانوا راكبين معاه هذوك البنات، وحده شاهده معاه، وحده راها عارفه كل شيء. وحده قالت لهم نزل وقال لي صافي مات، مشى لوازيز ولا وقال لي مات. وحده قالت لهم سمعت الضربه، وباقي الاخرين عاود كيف كيف. في الاول داروا التزوير كذبوا. وحده قالت عند جدارميه باللي تقتل ولات قلبت من خرجوا القاتل، قالت لهم ماشي هو اللي قتل، ولات هي انقلبت. 7 شهور واه كاليه شاربه، ومشات للسبيطار، عندي الورق ديال السبيطار ديال البوليس، ما خرجت لها البنت من ماتت، عندي كل شيء. حتى في المحكمه كنت مشيت للمحكمه باش جريت معها باش خرجنا البنت من السبيطار، خرجت معاهم بقيت صافي كثر عليا التهديد بزاف. لا مشيت انا قبلها، هي كانت ساكنه في كافي مور، وجات خلصنا لها الطاكسي وما ركبتش، مشات معاهم وانا ما جايباش الخبر. دارت لي واحد يوم ما لقات لي واحد التصويره صيفطتها لي في التليفون، قالت لي شوفي شوفي. قلت لها ما غاديش نشوف درك راني في وسط المحكمه، تنخرج وغادي نشوف نشوف واش تا عندك عليها. من تلفت مورايا جبرتهم كل شيء. البنت خر مشات معاهم، قلبت مشات معاهم برا، تبعتها انا برا. قلت لها علاش راكي واقفه برا؟ قالت لي وراني غير هنا حتى. وعليها من بدات المحكمه مع الوحده ونص مشاو هما لغاو لها، وقفت وما هضراتش، ما هضرتش كي البنات كي كلشي كلشي وقفوا الشهود وكلشي ما هضروش. قال لك حتى ل 11 10 ولات حتى هي دخلت معاهم في التهديد عليا وعلى الراجل وعلى الولد كلشي. وليت مهده انا، وليت مهده درك. كيتعرضوا لي بالواطه، وحده امي المحبوسه عندها الطوموبيل كحله، عندها ديك الجراره الفوق، وهما عندهم الواطه كلشي. واه نهار اللي مشاو يحبسوني معرضين لي في الباب ديال الجندار، ثلاثة ديال الوطا معرضين لي بيهم مع المغرب. فأنا قلت لهذاك الجندار خليني نروح، هذا غابغيين يقتلوني. هذا مما مشيت أنا كتابعيني، أنا نتعرض لهم، نتعرض للشاه، وأنا بوحدي ما عنديش. أنا الراجل اللي كان عندي هما قتلوه داوه صافي، عندي واحد صغير صافي بقى، حتى العائلة ديال الراجل ما عنديش هنايا. المسؤولين خصهم يشوفوا لي هذا الاخر، يحميوني هما من عندهم، يحميوني هماني، وانا راني في الخطر. كي مات ولدي غادي يقتلوني حتايا انا، يرميوني بحال رمى ولدي كيف كيف. كيما رمى ولدي يرميو الراجل، يرميو الولد الاخر، يرميو البنت، يرميو النسيب، يرميو كلشي. كنطلب منهم هما يشوفوا في الحاله ديالي، يشوفوا لي هذه الحاله اللي راه حتى هما مدورينش عليه.